Yumagisufu page forty. You need three food the magel food for thought number five reading before you read. Number one, individually write a list of the ingredients you need to cook Sharba the Moroccan vegetable soup. Number two, compare and discuss your list with your partners. And I to write, I to write a غادي نحاولوا اننا نديروا واحد اللائحه ديال شنو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش اننا نطيبوا اولا نحضروا شوربه ديال الخضر يعني شوربه ديال مغربيه ديال الخضره فور اكزامبل يعني ماي ليست يعني اللائحه اللي غادي ندير انايا تو بوتيتوز ثري توميتوز تو كاروتس وان تورنيب وان اونيون half bucket of parsley uh, 500 uh, grams of meat uh, oil, water, pepper, saffron, salt that's it I need uh, 2 potatoes 3 tomatoes 2 carrots حبه وحده ديال اللفت وبصله وحده ونص رزمه ديال المعدنوس زيت والماء نحتاج من زعما فزيره الملحه بزار وزعفران والماء و500 غرام ديال اللحم يعني مثلا هذه هي اللائحه اللي غادي ندير انا ديال المقادير اللي غنحتاج باش نحضر الشوربه و تنتوا معه صاب ولائحة كيف كان صاب والشورب في الدار والبعد غادي جروا وحد تبادل في القسم. ندرس ده بال إيه. Read the vegetable soup preparation and check your answers. ده بقى غادي نقرأ ونعرف شنو نا. ودي ساعة سقدين سا شوفوا إحنا شنو شنو يلا إحلي درنا. Preparation. Peel and cut the potatoes, the carrots, and the turnips into little pieces. Then put them inside a boiler. Add the meat, cut in little pieces with parsley. Crush onion, oil, salt, pepper, and saffron. Then add 2 liters of water and put the boiler on fire. Wash the tomatoes and plunge them for 1 minute into boiled water before peeling them. Crush the pulp with a fork in a pan. Then put the tomatoes in a boiler and mix. Cover the boiler and let it cook on a medium fire for 16 minutes. 10 minutes before serving, through a vermicelli ring, cover it, cook, serve as soon as it is cooked. And peel and cut the potatoes, the carrots, and the turnips into little pieces. غنقشرو ونقطعو البطاطس والجزر واللفت لقطع صغيره then put them inside the boiler من بعد غنديرهم في الطنجره ديال الطهي add the meat cut in little pieces with parsley عاد غادي نزيدو اللحم مقطع حتى هو لطروفا صغار مع المعدنوس كوشت اونيون بصله مطحونه يعني مهروسه مزيان اويل صوت pepper and saffron الزيت والملح والبزار والزعفران then add 2 liters of water and put the boiler on fire لتر الماء في فوق النار wash the tomatoes and plunge them for one minute into boiled water before peeling them غناخدو الطماطم غنغسلوهم وغنديروهم مده ديال دقيقه ما اللي هو سخون طيب قبل ما نقشرهم يعني ما نقشرهم ما والو غادي مغسولين ومسوحين ونديروه في الماء سخون مده ديال دقيقه crush the pulp with a fork in a من بعد غادي البالب هو القلب ديال الطماطم هو القلب ديال الطماطم غادي ناخذ مقله وغادي ناخذ فرشيطه وغادي نحاولوا اننا باش نهرسوها مزيان تطحن مزيان then put the tomatoes in the boiler and mix من بعد غادي نزيدوها على ديك الطنجره داكشي اللي درنا فيها و تخلط كلشي cover the boiler and let it cook on a medium fire for 60 minutes بعد غادي نغطيو الطنجرة وغادي نخليوها انها تطيب على عافية اللي هي مهيلة مدة ديال 60 دقيقة 10 minutes before serving يعني 10 دقائق قبل ما اننا نحطو الشربة ديالنا غادي throw vermicelli in rain غادي نرميو واحد شوية يعني واحد الكميشة او لا حلقة حفينة ديال شعرية. cover and let it cook. بعد غادي نغطيو نخليوها طيب. هاديك عشر دقائق اللي بقات. serve as soon as it is cooked. ومن بعد حطوها يعني نقدموها كما كطيب قطموها سخونة. دابا غادي ندوزو بي Read the soup preparation again and complete the list of ingredients below. Ingredients for six people. حنا قرينا دابا جوج المرات قرينا المره الاولى وشرحناه غنحاولوا أن دابا اننا نشوفوا شنو هما الانغريدينز اللي لقينا في التكست ونحاولوا نحطوهم بحال از ليست بحال شي لائحه بحال هكا سو 250 غرام اوف ميت من اللحم two potatoes Two carrots, two turnips, Nikimafluol, one onion, three good tomatoes, a bucket of parsley. have tea glass of oil one tablespoon of pepper one tablespoon of saffron pinch of vermicelli يعني هذه هي الانجريديينز اللي غادي نحتاجو باش انا نصاوبو شوربه دابا غادي ندوزو ورد Page 41A, write the foods in the appropriate column. يعني عندنا هنايا أنواع ديال الطعام وغادي نحاولو كل وحدة نحطوها في الكتم Grains هما الحبوب. Fruit هما الفواكه. Vegetables الخضار. Meat and other protein هما اللحوم أي الح- والمأكولات اللي فيهم ال... فيهم البروتين. اللي كنعوضوهم باللحوم ديري هما مشتقات الحليب واخيرا فات اويل شوغر اللي هما الدهنيات وفيها الزيت وفيها السكريات <applause> هنا عندنا امثله في كل كارم عندنا جرينز فيها رايس الرز فروت عندنا بانانا البنان فيجيتابلز عندنا كاروتس الجزر عندنا uh, ميت other protein عندنا uh, beans فاصوليا yeah. dairy عندنا uh, milk حليب fat oil sugar عندنا uh, butter اللي هي الزبدة عندنا في اللون نبداو من الأول apples تفاح يعني yani أنا هنايا راه وجدت تيبل عندي هنايا غنكتب فيه

cheese dairy chicken meat tofu cream dairy eggs protein Green Pepper اللي هو الفلفل Vegetables Grapes اللي هو العنب فروت Lamb هو ديال الخروف Lettuce هو Milk is Dairy Nuts هما المكسرات Grains, oil, fat, onion, vegetables, oranges, fruit, pasta, grains, pears, walijas, peas, wal Basile potato chips fat rice grain strawberries the any fruits strawberries tomatoes vegetables yogurt dairy هكا غادي نكونو سالينا اي اندوزو دابا بي بي عندنا fill in the chart with words from the food list above يعني من الأحوال اللي عندنا في أي غادي نحاولو أننا نحطو ال countable nouns and uncountable nouns يعني اللي ممكن نحسبو واللي ما مكيتحسبوش chart غادي يكون صغير باش أننا نكتب فيه غادي ندير on a piece of paper او باش يبان لكم كاع احسن uh, غادي ندير uh, في قدام each نيم فور اكزامبل الا كان كاونتابل غادي ندير سي مينز را كاونتابل والا كان ان غادي ندير يو ان ان واحد ان نزيدكم واحد الرول اللي ديما ديروها قدامكم باش تفرقوا ما بين countable ان كاونتابل ناون يا دائما كاونتابل نيم اولويز عنده singular and a plural but uncountable noun ما كيكونش عنده plural يعني في الاسماء اللي هي معدوده غادي نلقاو مفرد وجمع والاسماء اللي هي غير معدوده غنلقاو غير المفرد ما كاينش الجمع ما عندهاش الجمع يعني ديما في ما فيما نشوف هذاك الاسم اللي قدامي نشوف واش انه ممكن انني نزيد ليه اس اس ديال الجمع واش عنده الجمع يعني بين bean, بينس

please uh, will you eat more two pieces of chicken ولا three pieces of chicken يعني هنا ولينا كنحسبو القطع ديال الدجاج المهم ديما ما انا نحاولو انا نخدم عقلنا في في الرول قبل يعني عقلو عليها countable noun and do singular and plural uncountable ما عندوش plural كما قلت لكم apples it's countable Bananas countable beans countable beef uncountable bread uncountable butter uncountable cabbage countable any yani one head of cabbage three heads of cabbage any a I candy countable candies I have uh, three candies, four candies, everyone has candies. Carrots countable, cereal uncountable, cheese uncountable, chicken uncountable, cream uncountable, eggs countable, green peppers countable, grapes countable, lamb uncountable, lettuce uncountable. Milk and countable nuts, countable noun, oil and countable, countable, oranges, countable, pasta and countable, pears, countable, peas, countable, potato chips, countable, potatoes, countable, rice and countable, strawberries.